السلام عليكم شباب، معاكم أيمن المهندس وفيديو جديد. ما عليك سوى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. درسنا اليوم على مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد فيه الكثير من الخصائص، راح نختار الأمور اللي دائما تحتاجها، الأمور المهمة. راح نبدي بفايل، قائمة فايل بيها بالبداية information المعلومات حول تسجيلك وشنو موديل المايكروسوفت، اسم مالتك، عدد البيجات الموجودة، عدد الكلمات الموجودة بهذا الملف. هذا ما عندنا شي بيهنا، نروح على نيو. من هنا نقدر نختار جديد، واضح ملف جديد سواها 2. اذا نريد نفتح بعد واحد ايضا نقول نيو، نفتح جديد. طبعا هنا بمجموعة ملفات ممكن نختارها، اي غلاف يعجبك ممكن تختاره حتى تكتب بي. واضح. طبعا هذا هنا الصورة تقدر توخرها تخلي صورتك، هنا النيم تقدر تخلي اسمك، هاي الكتابة تقدر تخلي سيرتك الى اخره، هاي تقدر هنا تغيرهم. واضح. هذا مباشر، هذا يعتبر غلاف، تقدر انت هو مصمم، انت بس تغير الصورة، تجيب صورة ثانية خليها تغير، تعدل التايتل الى اخره. هذا وين كله على نيو. طبعا هنا نبي تشوف كارتس، يعني كارتات. واضح. هنا عندك بيرسونال، شخصي، كارتس، يعني تصنيفات، كاتيجوري. واضحة. مثل ايفنت، احداث، تقدرون تشوفون صفحات جدا لطيفة ممكن تساعدك مباشرة، بس تقول لي كرييت او منها تقدر تتنقل بيناتهم تكون اوضح. هذا نيو. اوبن، تريد تفتح اي شيء عندك بالدرايف، الكلاود درايف، او اد بليس، تريد تضيف مكان، او تريد تفتح اي ايقونة او اي ملف، تريد براوز تختار اي ملف وتفتحه. واضح. سيف بنفس المكان اللي انت انشأت عليه الملف، بينما سيف از، لو اختارنا سيف از نقدر نغير مكان الخزن، وايضا نغير نوعية الملف اللي راح تنخزن. طبعا عندنا العديد من الامتدادات اللي تدعمها مثل البي دي اف. دائما انصحكم بوورد 97-2003، لان بعض الاحيان انت تشتغل على برنامج، طبعا هذا دوت دي او سي، مو هذا
DOT لا DOC document، واضح؟ بعض الأحيان أنت تشتغل على 2016 مثلا، هسه هذا 2016 DOCX، لو 2010 مثلا 2010 أو 2003 ما راح ينفتح الملف. فأنت إذا خزنت 97/2003 راح تضمن أنه كل الفيرجنات مال مايكروسوفت راح تفتحها، واضح؟ ما عندك البرنت، خيارات البرنت، ما عندك الشير، هنا اكسبورت. اكسبورت من اخلص المايكروسوفت اريد اصدر على شكل PDF مباشرة. طيب PDF احدد المكان مالته، مثلا اخليه على سطح المكتب، اعطي اسم ببلش. اصبح PDF.